السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شباب وبنات الصف الأول الثانوي، أهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله جميعا دايما بخير وفي أحسن حال. طيب حبايب قلبي، إحنا بنحل في الإكزام موديل 9، نقول بسم الله وندخل في الموضوع على طول. أول سؤال بيقول لك إيه؟ عندك اتنين بيسز أوف التو ديفرنت ميتالز، يعني إيه؟ عندك ميتال وأدي ميتال تاني، ده مثلا كبر، ده أيرن، ده زنك، ده أيا كان وات إيفر، يبقى هنا مثلا ده إكس، ده واي. حلو. البوث هاف ذا سيم ماس، الاثنين عندهم نفس الماس اند الانيشال تمبريتشر، يعني تي 1 هنا هي نفس تي 1، الام هنا هي نفس الام. حلو. ار بروفايدد وذ ذا سيم اماونت اوف الثيرمال انرجي، الاثنين بروفايدد بنفس الثيرمال اماونت اوف الانرجي، نفس الكيو بي بالظبط اللي هنا وهنا نفس الكيو بي. خلاص. طيب ويتش اوف ذيم از اتس تمبريتشر از رايزز ليست. بص احنا قلناها كتير هنا، ايه هي؟ كل ما كانت السبيسيفيك هيت كفاليو قليله، كل ما كان الريزنج في التمبريتشر ماله فاستر. لذلك انا عايز ايه؟ مين فيهم التمبريتشر هتريزز مالها يا مستر؟ الرايزز بتاعها بيكون ليس، اقل رايزز. طب اقل رايزز دي معناه ايه؟ معناه ان انا عايز السبيسيفيك هيت كفاليو مالها كبيره. خلاص؟ يبقى هل الميتال هوز سبيسيفيك هيت از هاير، ولا ميتال هوز سبيسيفيك هيت لور، ولا الميتال هوز دينستي هاير، ولا الفوليوم، ولا دينستي ولا فوليوم؟ انا الكلام على سبيسيفيك هيت صح؟ انا عايز ايه؟ هاير. مين الهاير؟ ايه يبقى هي دي الرايت تشويس. فهمنا اللعبه؟ تمام، عظيم جدا. اللي بعده بيقول لك خد بالك، مين في دول which of the following diagrams بي ريبريزنت الاكزوثيرميك رياكشن وذ ذا لوست دلتا اتش فاليو. بص يا معلم، ده من اسهل الامثله. ليه؟ اي سؤال هيجي لنا في موضوع الدلتا اتش والرسمه، انا قلت لك هو له واحد بس، الدلتا اتش ايكوال اتش برودكت ماينس اتش رياكتنت. حصل يا مستر. طب بما ان هو حصل، يلا يا حبيبي خليها لي مالها، خليها لي اكزو. هتعمل ايه؟ هتقول لي هعلي النيجاتيف واقلل البوزيتيف. اذا يا مستر ده معناه لو انا هرسم الرياكتنت فوق البرودكت تحت ونعمل سهم كده. حلو الكلام، حلو الكلام. انا عايز اقل دلتا اتش، يبقى انت عايز اصغر فاليو كده، يبقى المسافه ما بين الرياكتنت والبرودكت تكون صغيره. اذا رقم واحد انا عايز الرياكتنت فوق، رياكتنت فوق، رياكتنت فوق، ده رياكتنت تحت، ده ايه؟ وده رياكتنت تحت، ادي دي برودكت وده رياكتنت، ده رياكتنت، ده بص رياكتنت تحت تحت، يبقى ده باي باي، ده باي باي. يا ده يا ده، مين اقل دلتا اتش؟ بص هنا الفرق ايه؟ هنا 0.50 100، يبقى هنا ده 25 وهنا ايه؟ هنا 25 وهنا 75، يبقى هنا الفرق ايه؟ 50، وهنا الفرق ايه ماله؟ 25. اذا مين يا مستر اقل واحد؟ هو ده اللوست دلتا اتش ايه؟ فاليو، يبقى دي الرايت تشويس. طيب تعالوا نشوف اللي بعده كده، بيقول لك ايه؟ بيقول لك مين في دول من الفيرونج رياكشن اللي جايين دول الدلتا اتش فاليو بتاعتها الدلتا اتش فاليو اوبوزيت ان ذا ساين تو ذا اذر رياكشن. يعني ايه؟ يعني مين في دول عنده دلتا اتش فاليو بتكون اوبوزيت في الساين للاذر رياكشن؟ للاذر ايه يا مستر؟ للاذر رياكشن. طيب تعال نبص عليهم. هنا الايودين سوليد اتحول لفيبر، هنا صوديوم كان ايون جين الكترون اتحول لصوديوم ميتال، هنا كربون دايوكسيد وهنا سي كربون والاكسجين، هنا يا مستر ال ان اي سي ال، وهنا 2 ان ايه، 2 ال ان اي سي ال ليكويد اتحول سوليد وتحول جاز. طيب بص بقى، عشان السؤال ده نجاوبه صح ونشتغل فيه صح، لازم تفهم الآتي. لازم تعرف ايه بقى ان احنا نحدد نوع كل كيميكال رياكشن من دول. يعني ايه؟ هو بيقول لك مين في دول الدلتا اتش بتاعته مضاده للباقي، يعني في ثلاثه منهم هيطلعوا مثلا اندو او اكزو، يبقى الثانيه العكس. فهمت اللعبه؟ يبقى احنا نحدد. يلا هنا ايه اللي حصل؟ دي ماده صلبه، صح. عشان السوليد ده يا مستر يتحول لفيبر محتاج يحصل له ايه؟ محتاج اعمل هيتنج، ومعنى هيتنج يعني هيابزورب الانرجي، وطالما هيابزورب الانرجي يبقى اللي هنا التفاعل ماله اندوثيرميك، يعني هنا الدلتا اتش بوزيتيف. طيب التفاعل ده دي عمليه ايه يا مستر؟ هنا ان ايه بيجين الكترون، خلاص ده هيجين الكترون فبيتحول لميتال. العمليه ديت عمليه الجيننج، اي جيننج او الجيننج ده يا مستر هيكون ماله؟ هيكون اكزوثيرميك، هيكون ايه؟ اكزوثيرميك. طيب انا هعرف بقى منين يا مستر ان دي هيكون اكزوثيرميك؟ هي طبعا دي حاجه اللي هو لما بنجين الكترون حاجه اسمها الكترون افينيتي، والالكترون افينيتي بيريليز الانرجي، بيريليز الانرجي عشان هيحصل عمليه ان في الكترون هيتحد مع الاتوم، خلاص فبالتالي عمليه الاتحاد او الكومباينيشن ديت بتعمل ايه يا مستر؟ بتعمل ريليزنج. بص احنا ممكن نعتبرها ايه؟ مش الان ايه هيحصل له كومباينيشن مع الالكترون، او الالكترون هيحصل له كومباينيشن مع الايون؟ اه، يبقى طالما كومباينيشن يبقى بي ايه؟ بي ريليز، خلاص؟ يبقى دي كده اكزوثيرميك. طيب تعالى لي هنا، ده مين؟ ده برودكت اتفكك، طالما اتفكك يبقى انا لازم هعمل هيتنج، وطالما هعمل هيتنج يبقى هو هيابزورب، يبقى اندوثيرميك. فهمت؟ يعني عشان ايه؟ عشان بص، عشان هو يتحول من هنا لدول يبقى لازم ايه؟ يابزورب الانرجي. طيب هنا دول ده ماله؟ ان اس ال ليكويد، هو ليكويد. تمام. عايز انت تحوله لايه؟ لسوليد وجاز. يبقى هنعمل ايه؟
هتقولي يا مستر طالما انا هفككه يبقى عشان افكك ويتحول يتفصل للدو ده، مش ده عباره عن حاجه واحده هتتفصل؟ اه، يبقى ده اكني بعمل ثيرمال ديكومبوزيشن، يعني بعمل هيتنج، يبقى برضه هيابزورب، يبقى ده ماله؟ اندو ثيرميك. طيب بص بقى، المفروض دي شبه دي بالظبط، يعني انت لو خدتها بالتقريب اهو، ده برودكت واحد، رياكتنت واحد، رياكتنت واحد، ادى اثنين، ادى اثنين، خلاص. فده معناهم الاثنين دول عشان يتحولوا للصوره دي لازم يحصل لهم هيتنج، فالاثنين دول اندو، يعني دول كده مبدئيا هيبقوا مستبعدين لان الاثنين شبه بعض، وانا بقول لك في واحد منهم اوبوزيت، يبقى لو الاثنين ديفرنت يبقى كده. ده عمال اقول لك طرق حل مش طريقه واحده، خلاص. طب الحاجه الثانيه، ما انت عارف ان من السوليد للفيبر، هل السوليد عمره يتحول لوحده للفيبر؟ هتقول لي لا، لازم اعمل ايه؟ هيتنج. وطالما هعمل هيتنج يبقى ابزورب الايه؟ الانرجي. اذا برضو اندو ثيرميك، يبقى ده كمان ايه؟ اندو. يبقى ده الوحيده اللي انا لو انا ما اعرفهاش، لاني اصلا دي مش عليك، يعني دي اصلا ثانيه سنه، دي السكند سكندري، خلاص، فدي مش بتاعتك. طب انت تعرفها ازاي؟ لان برضو دي عمليه ايه؟ ده حاجه اسمها الكترون افينيتي. طب احنا هندخل في الموضوع ده ازاي؟ بالاكسكلودنج، ده عندك، ده عندك، ده عندك، ده مش عندك، خلاص، هو بيطلب اللي هو مش عندك طالما انت عارف الثلاثه التانيين، يبقى فكره السؤال زي ما بقول لك كده. طيب تعالى للي بعده. ماله يا مستر؟ عادي، نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، تعالى نحل. بيقول لك باي نوينج ذات الافريج بوند انرجيز اللي قدامك في التيبل، حاضر. وات از ذا تشينج ان الهيت كونتنت فور ذا فولوينج رياكشن، حاضر، سهله جدا. نعمل ايه؟ بص بقى، تحدد لي الانواع، مش انا اهو اي سؤال فين يا مستر في الدلتا اتش حضرتك هتعمل ايه؟ هتقول لي اجيب الافريج اهو، اي سؤال الافريج بوند انرجي يبقى الدلتا اتش الابزوربد انرجي بلس الريليزد ايه انرجي، الابزوربد بالبوزيتيف الريليزد بالنيجاتيف. حصل تكتب قانونك الاول. طب كتبت القانون اعمل ايه بعد كده بقى؟ تقوم محولها، تحولهم كلهم لايه؟ لاتومز. يعني يا مستر اهو بص بقى، تعالى نحل كده مع بعض، عندي كام سي اتش؟ بص سي اتش واحده 2 3 4، يبقى انا عندي 4 من النوع سي بوند اتش بلس. عندك كام سي سي ال؟ هتقول لي ادي واحده سي سي ال، ادي 2 سي سي ال، يبقى انا عندي 2 سي بوند سي ال بلس. عندك ايه تاني هنا؟ سي بوند سي، يبقى هو سي بوند سي، حلو جدا. في حاجه تاني؟ لا، يبقى ده كده الرياكتن. طب عوض ارقامك على طول عشان الرقم اللي يطلع هنا بالبوست. فيلا نعوض ارقامنا يا مستر، يبقى 4 تايمز السي اتش بكام عندي؟ بين السي اتش اهي ب 413 بلس 2 تايمز ما بين 2 براكتس، سي سي ال بكام؟ 3046 خلاص، بلس السي سي بكام؟ 347، حلو جدا. ده هيطلع رقم، سيبه دلوقتي، ده كده الابزوربد انرجي خلاص. تعال نجيب اللي بعده، مين اللي بعده اهو؟ يلا، عندي كام سي اتش يا مستر؟ واحده، ادي الثانيه، ادي الثالثه، في سي اتش ثاني؟ لا، يبقى انا عندي 3 سي بوند اتش بلس سي دبل بوند سي، يبقى هنا سي دبل بوند سي بلس ناقص واحده سي سي ال، ادي اهو سي سي ال، يبقى انا كده ايه؟ ده الجزء اللي هنا بلس اتش سي ال، اللي ناقص حضرتك تشيل وتعوض. يلا اهو، ادي الارقام جنبنا اهو، يلا، يبقى 3 تايمز سي اتش بكام؟ 413. بس خد بالك كل الارقام دي هتكون بالنيجاتيف، يعني احط نيجاتيف قبلها، وهوريك تعملها ازاي على الكالكوليتر عشان تخلص منها مره واحده. فين السي دبل بوند سي؟ اهو، يبقى 616 بلس سي سي ال ب 346 بلس اتش سي ال اخر واحده 432، بس كده. بص بقى بالكالكوليتر حركته معامل كده، هات لي الارقام اللي فوق الاول، 4 تايمز 413 بلس 2 تايمز 346 بلس 347، طلعوا بكام؟ طلعوا بالفاليو دي خلاص. تقوم قايل ماينس، تفتح براكت، براكت الاول كبير بعد كده براكت تاني جواه صغير، ايه الصغير؟ تقول لي 3 تايمز سي اتش قلنا بكام؟ 413 بلس 612 اللي هو الرقم التاني ده خلاص، بلس مين الرقم اللي بعده؟ هتقول لي اللي بعده ده 436 بلس 432، كام يا معلم؟ طلعت 62 يا مستر، ده الديفرنس بالبوزيتيف مش بالنيجاتيف، يبقى فين سي؟ اه، يبقى هي دي الرايت اتش وانز. فهمنا اللعبه؟ عظيم جدا. تعالى يلا نشوف اللي بعده، ماله؟ بيقول لك نوينج ذات الانثالوبيز، انثالوبيز اوف الفورميشن اوف الدلتا اتش نود اف اوف السبستانسز دي، هو مديك الدلتا اتش نود اف لده وده ولده خلاص. وات از ذا تشينج ان ذا هيت كونتنت دلتا اتش نود سي اوف ذا فولوينج رياكشن، هو عايز الايه؟ دلتا اتش نود سي. طب الدلتا اتش نود سي عشان تجيبها يبقى انت عايز تجيب الدلتا اتش لده، صح ولا مش صح؟ هتقول لي صح. طب احنا هنجيبها بدلاله مين؟ بمعلوميه الستاندرد هيت اوف فورميشن، خلاص طالما مديني الستاندرد هيت اوف فورميشن انا عامل كده. بس في حاجه بقى، ايه هي؟ هو بيقول لك وات از ذا تشينج ان الهيت كونتنت اوف الدلتا اتش نوت سي، دلتا اتش نوت سي ستاندرد، اه لازم اهو بالعربي يكون ايه بقى؟ يكون النمبر اوف مول بتاع الماده اللي هعمل لها كومباشن يبقى 1 مول لازم. طب هل دي 1 مول؟ لا، يبقى تعمل ايه؟ تمسك الايكويشن كلها ملتبلاي هاف. يعني يا مستر تعالى بقى نجيب الايكويشن كده ملتبلاي هاف، يبقى هنا سي اتش 3 او اتش بلس، بدل ما هي 3 يبقى 3 اوفر 2 او 2، اشمعنى؟ ما انت حضرتك هتضرب هاف تايمز 3 على الكالكوليتر، وهنا CO2 وهنا 2H2O، كده دي الايكويشن المظبوطه.
دي بقى اللي اجيب لها ستاندرد يو فورميشن. ايه ده يا مستر؟ يعني لو انا عملتها كده على طول هتبقى غلط؟ اه لو عملتها كده على طول ما عملتلهاش تايمز هاف هتبقى غلط. فهمت اللعبه؟ طيب يلا بينا، يلا بينا يا مستر. هنعمل ايه؟ بص اللي هيحصل كالاتي، مش انا هحل باستخدام الدلتا اتش بالستاندرد يو فورميشن؟ اه بص اهو انا قايلها لك هنا اهي. ايه هي؟ عملها لك حتى بلون مميز. اي سؤال هيجي عن الستاندرد يو فورميشن بنكتب القانون. اللي هي ايه من الاخر؟ اللي هي الاتش برودكت ماينس الاتش رياكت، الدلتا اتش نود اف للبرودكت ماينس الدلتا اتش نود اف للرياكت. يعني هتعمل ايه؟ هتقول لي كده فين البرودكت ده؟ يبقى الدلتا اتش نود اف للسي او 2 بلس 2 دلتا اتش نود اف للاتش 2 او. ده كده الاتش برودكت ماينس الاتش رياكتنت، يبقى الدلتا اتش نود اف لمين؟ للسي اتش 3 او اتش بلس 3 اوفر 2 الدلتا اتش نود اف لمين؟ للاو 2. في حاجه هنا المفروض تاخد بالك منها، ايه هي؟ الستاندرد هيت لاي اليمنت بزيرو، فده اكنك مش شايفه. بعد كده نعوض الدلتا اتش نود اف، هو مديها لك مين هنا؟ اهو مديك يا مستر لي سي او 2 بالرقم ده، هم قايلين اهو ادي الرقم ده نيجاتيف 393.51 بلس 3 اوفر 2 لا ده هنا 2 اسف، هنا 2 في الرياكتنت 2 تايمز الدلتا اتش نود اف للوتر بكام؟ اهي يبقى نيجاتيف 285.5. دول كده البرودكت ماينس الرياكتنت. مين الرياكتنت؟ اهو الرياكتنت فيه ارقام عنده؟ لا، يبقى زي ما هو نيجاتيف 238 بس كده. وهنا الكالكوليتر هي اللي ايه؟ هي اللي هتتكلم اهو. بص بقى تقوم عامل بقى حوار كده مع الكالكوليتر، تقوم قايل ايه؟ نيجاتيف 393.51 خلاص بلس افتح براكت 2 تايمز 2 تايمز نيجاتيف 285.5 خلاص. نقفل البراكت، نقفل التاني، الرقم ده نقول ماينس نيجاتيف 238 يا مستر، طلعت بكام؟ بنيجاتيف 726.51. فين اول واحده؟ هي دي الرايت تشويس. اللي بعده ده طبعا هيسز لو، اللي هو الاكثر من ستيب ده مستر هيسز لو، فمش هنحله. اللي بعده طيب بيقول لك ايه؟ بيقول لك النيوكلاس اوف الرادون اتوم از اكسبريسد باي السيمبل ده. حلو قوي. ده معناه ايه؟ معناه انا عرفت ان الزد يا مستر ب 86. طب معنى ايه ان الزد ب 86؟ معناه ان النمبر اوف البروتونز اه ايكوال ايه؟ برضه 86. برضه معناه ان النمبر اوف الالكترونز ايكوال 86. طب اشمعنى الاثنين قد بعض؟ لان هو بيقول لي اتوم يا مستر، هو بيقول لي يا اولاد، بيقول لي اتوم، تمام كده؟ طيب يبقى انت هتدور على ايه؟ هدور على البروتون 86. فين البروتون 86؟ ده وده. اذا يا مستر ده اكسكلودنج، ده اكسكلودنج. طيب الحاجه الثانيه، مش انا عايز البروتون قد الالكترون؟ اه بص الالكترون كام؟ 86. بروتون 86 اه. اذا يبقى الكلام، يبقى هي دي الرايت تشويس يا مستر. يلا اللي بعده بيقول لك الكبر از فاوند ان ذا فورم اوف تو ايزوتوبس. طبعا الكبر احنا عارفين ان هو موجود في تو ايزوتوبس. ايه هم يا مستر؟ هنا بيقول لك 63 65. ماشي. نوينج ذات ان الاتوميك ماس اوف الكبر بكذا. اه الحق بقى ايه المره دي؟ عكس المساله. يعني ايه عكس المساله؟ تعال افهمك. كل مره كان بيديك الريلاتيف اتوميك ماس ويديك الكونتريبيوشن بتاع كل اليمنت. مش انا قلت لك كل اليمنت خلاص كل ايزوتوبز لازم تاخد عنه تعرف عنه معلومتين؟ هتقول لي اه. ايه هم الريلاتيف اتوميك ماس بتاعته؟ ايه ايه الكونتريبيوشن بتاعه؟ يبقى الاباندنس والكونتريبيوشن. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب كنا احنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل ملتبلاي الريلاتيف اتوميك ماس تايمز الاباندنس بلس، مش هما اتنين ايزوتوبز؟ اه يبقى الريلاتيف اتوميك ماس بتاع الايزوتوب الثاني تايمز الاباندنس الثانيه. خلاص كده يطلع بالايه؟ بالفاليو دي. هو بقى اداك الفاليو اللي هنا، هو مديك دي خلاص كده. طب تعالى نشوف مدينا ايه ثاني وعايز ايه. وات از ذا ريشيو اوف الاباندنس؟ اه معنى اباندنس يعني برسنتج. الاباندنس اللي هي مين يا مستر؟ البرسنتج خلاص. وفي الكبر 63 والكبر 65 ايزوتوبز ان نيتشر. طيب صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. تعالى نشتغل. بص يا معلم، رقم واحد هنقول ايه؟ هنقول كده ان الاتوميك ماس اوف الكبر ايكوال ايكوال ايه يا مستر؟ رقم واحد الكونتريبيوشن اوف الكبر. مين الكبر الاولاني؟ 63. طب 63 الاولاني ده 63 دي الريليتيف اتوميك ماس تايمز الكونتريبيوشن. ايه الكونتريبيوشن؟ اللي هي البرسنتج. طب خد بالك ايه هو هنا؟ انا ما اعرفش البرسنتج ايه، انا عندي اتنين صح ولا مش صح؟ هتقول لي صح. هما تو ايزوتوبز، يعني معناها لو انا افترضت ان البرسنتج الاولى مثلا بايه والبرسنتج الثانيه بي، او البرسنتج الاولى باكس او الثانيه بواي، اي تو فاريبل خلاص، الشاهد ان هيكون المجموع بتاعهم ايكوال كام؟ 100%. يبقى السمشن بتاعهم ايكوال كام؟ 100% يا مستر. احنا نشتغل مثلا على اي وبي. طب تعالى نشتغل على اي وبي. فهنفرض ايه؟ هفرض ان الاولاني الكونتريبيوشن بتاعه بايه؟ عباره عن ايه؟ يبقى هنقول بقى هنا كنا بنكتبها ازاي؟ كنا بنقول كده الايه
اوفر ال 100، صح ولا مش صح؟ تقولي صح، مش هي دي البرسنتج؟ اه يبقى دي الاوفر تايمز ال 100. ده الاولاني. بلس بلس مين يا مستر؟ نفس الكلام بالظبط. ايه الكلام تاني اللي هو الكونتريبيوشن التاني؟ مين الكونتريبيوشن التاني؟ اللي هو ال 65 تايمز. تايمز ايه؟ البي اللي هي الاباندنس اوفر ال 100 بتاعت التاني. طب خد بالك بقى ايه، انا هنا عندي ايكويشن. خلاص دي ماثيماتيكال ايكويشن. الايكويشن ديت مالها؟ فيها تو فاريبل. هعرف اشتغل بتو فاريبل؟ استحاله. طب هشتغل ازاي؟ بالمعلومه اللي انا لسه قايلها قايل لك عليها. ايه هي؟ مش انت عارف ان مجموع الاباندنس بتاع الاي والبي الاثنين ايكوال 100%؟ هتقول لي حصل. طيب ركز معايا بقى، بما ان الاثنين مجموعهم 100% انت هتشتغل بفاريبل واحد. يعني ايه فاريبل واحد؟ مش انت عندك اي وبي؟ اه. طب ما تجيب قيمه اي او قيمه بي من هنا من الايكويشن دي واشتغل. ازاي يا مستر؟ مش فاهم. بص، مش انت عندك الايه؟ قول الايه مثلا، الايه بيساوي ايه او البي ايا كان، وات ايفر براحتك. هتشتغل على الايه؟ اه. ودي البي هناك بعكس الاشاره، يبقى تقول لي الايه ايكوال 100% ماينس البي. فهمت اللعبه؟ يبقى انت تعمل ايه؟ يبقى انت تيجي تحل في الايكويشن اللي فوق ديت، تشيل مين بقى؟ هتشيل يا مستر الاي وتحط الفاليو دي. وتحط مين؟ الفاليو دي. فهمت اللعبه؟ طب تعالى يلا هنعمل ايه؟ هنقول كده، مش ده الاتوميك ماس بتاع الكبر؟ اه. بكام بقى الاتوميك ماس يا مستر؟ طلع ب 63.5. اقوم عامل كده، ادي 63.5 اللي هو مين؟ اللي هو ده. خلاص كده اللي احنا قلنا عليه ده الاتوميك ماس بتاع الكبر. ايكوال ايكوال ايه يا مستر؟ اهو 63 تايمز. مش انا قلت هشيل الاي ونحط ال 100 ماينس بي؟ اه. يبقى هنا 100 ماينس البي. خلاص اوفر ال 100. حلو الكلام، حلو الكلام. بلس نفس الفكره هنا 65 تايمز، بس انا هخليها بي زي ما هي، يبقى بي اوفر الايه؟ اوفر ال 100. اتفقنا كده؟ اتفقنا. طب هو الايه بتاع مين؟ الايه الاولاني والبي الثاني. خلاص يبقى انت كده عرفت البرسنتج. يبقى احنا كده عرفنا البرسنتج اللي هو 63 ده الاي وال 65 ده البي. اتفقنا كده؟ طيب يلا بقى نكمل كده. بقت ماثيماتيكال ايكويشن عاديه جدا، يعني معادله ماثيماتيكال. سيبك من ده، هو ده اللي احنا بنحل بيه. خلاص هعمل ملتبلاي الايكويشن كلها بكام؟ انا عايز اخلص بال 100، يبقى ملتبلاي 100. طب يلا نعمل ده تايمز 100. تقول لي كده ده 63.5 تايمز 100، طلع 6350 ايكوال. نفس الكلام ده تايمز ال 100. اه. ايه اللي هيحصل يا مستر؟ ال 100 تروح مع ال 100، يتبقى 63 ملتبلاي 100 ماينس بي. وخد بالك عشان الحته دي مهمه. بلس ايه الكلام هنا؟ هتقول لي 100 هي اوفر ده مع ده، امال الهارد مضروبه هنا. يبقى هنا ايه الكلام؟ هتقول لي هنا 60 ايه؟ 65 تايمز بي، يبقى 65 بي على طول. طب دي بقى مضروبه في الاثنين دول، يعني هتقول لي كده 6350 ايكوال ده تايمز ده يطلع 6300 نيجاتيف 63 بي بلس 65 بي. طب ايه اللي عندك؟ هتقول لي بص ده هنا 65 60 ايه 63، اجمع الاثنين مع بعض. هتقول لي دول يا مستر 2 بي، صح كده؟ مش لما نجمع الاثنين دول مع بعض؟ اه. ودي النمبر هناك بالاوبزيت ساين، يبقى النمبر هناك ماله بقى؟ اهو مش احنا قلنا دول 2 بي؟ اه. يبقى 2 بي ايكوال، هقول كده 6350 ماينس 63 يا مستر، طلع بكام؟ طلع ب 50. حصل؟ تقول لي حصل. اوفر 2 اوفر 2، يبقى البي الواحده بكام؟ ب 25%. يعني من الاخر الكونتريبيوشن بتاع مين؟ بتاع ال 65 يا مستر اللي هو الكبر 65، الكونتريبيوشن بتاعه 25%. فهمت اللعبه؟ وبناء عليه يبقى انا عايز بقى ايه؟ عايز اجيب الاي. يبقى الاي فين اهو؟ مش انا عندي الاي ايكوال ال 100% ماينس البي؟ طب ما هو بي ب 25%، يبقى الاي ايكوال كام؟ 75%. يبقى انا جبت الاي وجبت البي. ما تنساش ان البي بتاع 65 ايزوتوبز والاي بتاع 63 ايزوتوبز. كده احنا خلصنا؟ خلصنا. تعال نشوف هو عايز ايه. هو بيقول لك وات از ذا ريشيو اوف ال 63؟ مش ال 63 احنا اتفقنا 75؟ اه. يبقى هنا 75% تو هنا 25% اوفر 25 اوفر 25 هنا يبقى 3 هنا 1 يبقى 3 تو 1، يبقى هي دي الرايت شوت. فهمت اللعبه؟ هي طبعا حته فيها ايه، حته ماثيماتيكال ايكويشن كده، معادله رياضيه، بس فكرتها بسيطه جدا. هي مبنيه على ان حضرتك تبقى فاهم ان الكونتريبيوشن طالما اثنين ايزوتوبز يبقى الاي بلس البي ب 100%. طب افرض انت عامل اكس بلس الواي، براحتك يا ابني، اي تو فاريبل اللي انت عايزه بقى. خلاص. طب افرض قال لك 3 جاب لك زيها و3، هتبقى طويله شويه بس سهله. سهله ليه؟ اهو هتقول لي يبقى الاي بلس البي بلس السي ايكوال ايه؟ ايكوال 100%. خلاص في الحاله دي هيبقى 3 فاريبل، فمعاك ربنا بقى. اللي بعده بيقول لك ايه؟ وات از ذا كوانتيتي اوف الانرجي الكوانتيتي اوف البي بروديوسد فروم كونفرجن قد كده جرام اوف السبستنس. يبقى هو عايز الكوانتيتي اوف الانرجي بروديوسد من كده، وبصيت لي هنا جول. جول من الالكترون فولت، من الالكترون فولت. دي سهله. ليه سهله؟ شغل كالكوليتور. ليه يا مستر؟ اهو حضرتك عندك الايه؟ الطريق بتاعنا صح؟ صح. نمسك اول حاجه الماس. انا معايا ايه؟
نص جرام. حصل حصل، انا عايزه بالجول اهو، مش انا معايا نص جرام. اه عايز اروح للجول اعمل ايه؟ هطلع يبقى اعمل ديفايد ايه 1000، الرقم اللي هيطلع ده انا وقفت هنا اه هعمل مالتبلاي 3 تايمز 10 باور 8 هول سكوير، طلعت بكام؟ 4.5 تايمز 10 باور 13، يبقى 4.5 تايمز 10 باور 13 جول. هل الجول باور 13؟ لا. هل الجول بالرقم ده؟ لا. يبقى الجول، الجول مستبعد، يعني بالجول مستبعد. طب نعملها بملين الكترون فولت؟ اه نعملها بملين الكترون فولت اهو نفس الكلام، مش انت واقف هنا عند الجرام؟ اه يبقى 0.5. طب انا عشان اطلع هنا هعمل ايه؟ هتقول لي طلع هنا ديفايد، يبقى ديفايد 1 1.6 تايمز 1.66 تايمز 10 باور نيجاتيف 24. حصل حصل، اول ما تطلع هنا السهم الثاني اللي طلعك تايمز 931 طلع 2.8 تايمز 10 باور نيجاتيف 22. خلاص يبقى 2.8 تايمز 10 باور نيجاتيف 22. طيب ماشي، يبقى هي، طيب ثانية واحدة نتأكد من الأرقام، ممكن في غلطات في الأرقام نرجعها تاني. نفس الطريقة برضه اللي هي يا مستر حضرتك محتاج إنك تحسبها بالديفايد، يعني لما يبقى في ديفايد اعملها بالعلامة ديت، بعد كده تايمز الرقم ده طلعت ب 2.8 تايمز 10 باور 26، يبقى 2.8 تايمز 10 باور 26 مليون الكترون فولت. إذا الدي هي الرايت تشويس. خلاص كده اللي بعده بيقول لك النيوكليس اوف النيتروجين هنا 12 هنا 17 انستابل تو ريتش تو الاستابيليتي ستيت. طيب لازم نعرف هي في انهي سايد بالظبط على البلت اوف الاستابيليتي. يبقى هنا ال ان 7 12 تمام، لما نيجي نعمل ديفايدنج اعمل هنا 12 ماينس 7 اطلع يطلع 5. معناها يا مستر ان ال ان اوفر الزد ايكوال 5 اوفر 7، ال ان بايه؟ ب 5 والبروتونز ب 7. اذا ده هو ايه؟ النمبر اوف البروتون مور ذان الاستابيليتي ليفل. يبقى انا هعمل ايه؟ هعمل هحول كونفرت، هعمل ترانسفورميشن لبروتون لنيوترون. طب ايه اللي حصل؟ يبقى النمبر اوف البروتون هيديكريز، وطالما هعمل بروتون لنيوترون يبقى انا بعمل ايميشن لبوزيترون. ليه؟ ده على الرايت سايد. خلاص فين البوزيترون يا مستر؟ دي بقى هي دي الرايت تشويس. يلا اللي بعده الايميشن اوف 1 بيتا بارتيكل فروم ده. طالما هتعمل ايميشن لبيتا بارتيكل اه يبقى الاتوميك نمبر يزيد ب 1، يبقى ده بدل ما هو 93 يبقى 94، والماس نمبر زي ما هو. ليد تو الفورميشن اوف، يبقى انا عايز 90 ايه؟ 94 تحت، 94 94 94، والماس نمبر زي ما هو 238 اهو بيتا 94 238، ولا هنا 94. وخد بالك اه ده هو هنا ان بي صح، هل ينفع يطلع ان بي زي ما هو؟ لا، 93 بتاع الان بي يبقى 94 مش بتاع الان بي، بتاع مين؟ بتاع البيو. يبقى اذر اليمنت. فهمنا اللعبه؟ يبقى لازم يكون مين يا مستر؟ اذر اليمنت. طب يلا اللي بعده بيقول لك وات از ذا ريميننج ماس. يبقى هو عايز الريميننج. حصل حصل، فروم 6 جرام اوف راديو اكتيف اليمنت هوز هاف لايف تايم بعد كده، يبقى دي التي هاف افتر بازنج قد كده بدل توتال تايم. اذا اي سؤال من الاسئله ديت احنا عندنا رقم واحد مين يا مستر؟ عندي اول حاجه طبعا اللي هو التيبل بتاعنا. فين التيبل؟ اهو. هو مديك ايه؟ هو عايز الهاف لايف تايم صح؟ ولو مديك الهاف لايف تايم ومديك التوتال تايم، هو مديك الاثنين دول، يبقى انت عايز الايه؟ النمبر اوف ديكي. كام ديكي؟ يبقى يلا نعمل ديفايدنج التوتال تايم. التوتال تايم بكام؟ 78 اوفر كام؟ يبقى اوفر كام يا مستر؟ الهاف لايف تايم، الهاف لايف تايم بكام؟ ده هنا دي التي، يبقى التي 312 اوفر ال 78. خلاص كده يبقى عندنا دلوقتي مقايلين كده يا مستر 312 اوفر 78 طلع بكام؟ طلع ب 4. يبقى كم مره حصل دي كي 4؟ خد بالك ايه، انا عايز الريميننج اه مش ده الاوريجينال. ايوه تكتب 6 ايكوال تايمز هاف، اول مره، تاني مره، تالت مره، رابع مره، مش احنا قلنا اربع مرات دي كي؟ يبقى هو ده الايه؟ ده الريميننج 0.375 دي. طيب نيجي للي بعده ان دي رياكشن، ادي الالومنيوم بلس الاكس يدينا البي بلس النيوترون. طيب وهنا اليورانيوم مع الواي ادانا ده وده، ماشي. ويتش اوف ذا فولوينج ار ا بروجكتايل اكس اند واي. هو عايز يعرف البروجكتايل ايه. خد بالك هنا عمل بومباردد وطلع 2 نيوترون، وهنا عمل بومباردد وطلع نيوترون. طيب ايه البومباردد اللي طلع لك الرقم ده؟ بص هنا عمليه حسابات، يعني مش هنا 13 اه ما تفكرش كتير بقى، 13 وهنا 12 بلس 0 15. طب 15 و13 يبقى هنا فرق 2. طب وهنا دول كام؟ 31 اهو. تقوم عامل كده 31 ماينس 27 يطلع 4. يبقى اذا الاولاني مين؟ الف. يبقى مين الايه؟ يبقى الاكس بروجكتايل الف. الف ده باي باي، ده باي باي. طب يلا اللي بعده من هنا اهو دول كام؟ 29. هم عاملين كده
92، اسف 92 ماينس 93 طلعت بايه؟ بنيجاتيف 1. هنا اهو وده، يبقى هنا نيجاتيف 1 صح؟ صح. يبقى هنا يا مستر نيجاتيف 1. طب فوق، تعال نشوف اللي فوق، 238 اللي بره بلس 2 طلع بالفاليو دي، ماينس 238، ماينس 238 المفروض يطلع بكام؟ يطلع ب2. طيب يبقى 2 يا مستر ده ما ينفعش نيجاتيف 1. لا ليه نيجاتيف 1؟ هنا 93 ده يبقى 1 مش 2. يبقى هنا احنا عندنا فوق، احنا عايزين فوق 2 تمام كده، تمام. وتحت هنا يا مستر مين نجمعهم تاني؟ 93 بلس 0، 93 ماينس 92 ب1، يبقى هنا 1. طب انت عايز هنا 1 وعايز هنا 2، مين 1 و2؟ اللي هو الديوترون. يبقى 1 و2 ده يا مستر ديوترون، يبقى انا عايز الفا وعايز ايه؟ عايز بروتون، يعني جمع وطرح بس تمام كده. يبقى الفا وديوترون يبقى دي هي الرايت تشويس. طيب تعال نبص على اللي بعده. Which of the following بيوضح ال number of neutrons and electrons. خد بالك، وعايز النيوترونات وعايز الالكترونات. In the atom of the element X which produced from the fission ده. فين الاكس ده؟ طب يلا تعال، سهلة. يعني ايه سهلة؟ اهو بص يا معلم، أول حاجة احنا عايزين نجيب الزد، هعمل ايه؟ مش ده هنا 92 حصل. 92 بلس 0 اطرح منهم 40 خلاص؟ اتبقى 52، يبقى تحت الزد هنا 52. طب يا مستر ما هو 2 تايمز 0 ب0 يا ابني، ولكنها موجوده، فهمت؟ اجمع الاثنين دول على بعض يطلع لك 92. حلو جدا، نفس الكلام فوق. يلا هنا 235 بلس 1 يبقى 236 خلاص، شيل منهم 97 طلع بالرقم ده، شيل منهم 2 طلع بالرقم ده، يبقى فوق 100 ايه؟ هتقول لي هنا 137 خلاص. يبقى انت عارف عايز 52 200، يبقى هنعمل كده بقى، هنا 52 137 اطرح الاثنين دول من بعض اهو، ماينس 52 يديك هنا 85. ده النيوترون، ده الالكترون اللي هو هو البروتون، فهمت اللعبه؟ يبقى انت عايز النيوترونات 85 85 85، يبقى ده باي باي ده باي باي. انت عايز هو عايز ايه تاني؟ النيوترونز و النمبر اوف الالكترونز. الالكترونز احنا اتفقنا قلنا الالكترونز 52، فين 52؟ اهي دي. اذا يبقى هي الرايت تشويس، يبقى السي هي ايه يا مستر؟ يبقى السي هي الرايت تشويس خلاص كده. طيب تعالى يلا نشوف سؤالنا اللي بعده. اخر سؤال طبعا كان اتحل بس للاسف ما سجلش، فهرجع لك عليه سريعا. هو بيقول لك المولر هيت اوف سوليوشن اوف البوتاسيوم ايودايت اللي هو الكي اي از بكذا كيلو جول بير مول. طالما بير مول وات دو يو كونكلود؟ احنا كده كده عارفين المولر هيت اوف سوليوشن، انا عندي حاجتين، عندي السوليوت مهم والسوليوشن مهم. ايه المهم فيهم؟ السوليوت مهم ان حضرتك تستخدم 1 مول بس من السوليوت اللي هو البوتاسيوم ايودايد، يبقى انا هستخدم 1 مول منه. طب السوليوشن عشان تكون 1 لتر اوف السوليوشن، فهمت اللعبه؟ يبقى انت هتقول لي ايه؟ يبقى وات دو يو كونكلود من البريفيوس ستيتمنت؟ اقول له كده ان الكوانتيتي اوف الهيت الابزوربد، ليه ابزوربد؟ عشان الدلتا اتش بوزيتيف تمام؟ تمام. مالها؟ during the dissolving of 1 مول من 1 مول من السوليوت ان انا ان انا amount of solvent to form 1 liter of solution equal 13 كيلو جول. فهمت اللعبه؟ ودي اخر حاجه ملغيه عندنا مش علينا، وبكده بفضل الله نكون خلصنا الاكزام موديل التاسع، في انتظار ان شاء الله حل العاشر وال11. السلام عليكم.